ودلوقتي خلينا نتابع مع بعض أهم الأخبار اللي هتحصل النهاردة، وكمان المباريات اللي هتتلعب في الجولة السابعة المؤجلة من الدوري الإنجليزي. بالنسبة للأخبار المهمة اللي هتحصل النهاردة، فهتقام فعاليات مهرجان القاهرة للتمور والمنتجات الطبيعية في دورته الثالثة بحديقة الأرمان، وهيستمر لحد يوم 7 مارس بحضور نحو 30 عارض. المهرجان بيتضمن معرض لمنتجي التمور المصرية والعربية، ومعرض لمنتجي الشتلات والفسائل ومستلزمات الإنتاج. النهاردة هيتم تنظيم قافلة طبية علاجية بقرية توخ الخيل بمركز المنيا خلال النهاردة وبكرة، وده في إطار الاهتمام بمواطني المحافظة وتقديم الخدمات الطبية وصرف العلاج ليهم بالمجان. لعشاء الدوري الإنجليزي موعدهم النهاردة مع مباراتين مهمين في إطار الجولة السابعة المؤجلة ضمن منافسات المسابقة. هيلتقي ليفربول مع ولفرهامبتون الساعة 10 بالليل، وأرسنال مع إيفرتون الساعة 10 لربع بالليل.